تمر التعديلات القانونية بمراحل عدة قبل إقرارها وسريانها. مجلس النواب ناقش عدداً من القوانين في عام 2021، فما هي أبرزها؟ وما الذي ينتظر المجلس أو ينتظر للمناقشة في العام الجديد؟ أبرز التعديلات التي تم إقرارها في عام 2021 سنتعرف عليها مع أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية دكتور ليث نصراوي. صباح الخير لك. صباح الورد دكتور ليث. يمكن موضوع التعديلات القانونية وحتى التعديلات الدستورية هل أصبحت جدل عند كثير من الناس بسبب تعاطي يمكن مجلس النواب، وهي نقاشات بتنتقل من القبة إلى يعني الناس بشكل عام. في البداية مع أزمة كورونا كان هناك الكثير من القوانين المهمة بالنسبة للناس، أهم القوانين التي عدلت في القبة خلال هذا العام. نعم، صباح الخير لك وصباح الخير للمشاهدين الكرام. يعني إذا ما استعرضنا عام 2021 من جانب تشريعي وجانب دستوري، نجد أن مجلس النواب الحالي رقم أو 19 جرى انتخابه في نهاية عام 2020، جرى انتخابه تحديدا في 10/11/2020، بدأ أول دورة غير عادية في أيضا في نهاية عام 2020، لكن العمل التشريعي الصحيح بدأ مع بدايات عام 2021. الدورة العادية أو الدورة الغير عادية الأولى التي عقدها مجلس النواب 19 بدأت في 10/12/2020 وانتهت في 10/6/2021. خلال هذه الفترة عقد مجلس النواب في دورته غير العادية الأولى تقريبا 48 جلسة ما بين جلسات رقابية وجلسات تشريعية، وبعد ذلك انتقل مجلس النواب إلى دورة استثنائية بدأت في بدايات شهر 8 من عام 2021 واستمرت حتى منتصف شهر 9 2021، ومن ثم اليوم ب 15/11/2021 بدأ مجلس النواب أولى دوراته العادية التي تستمر حتى متوقعة تستمر حتى 15/5/2022 على اعتبار أن الدورة العادية هي 6 أشهر في الدستور الأردني. من خلال احتساب القوانين التي أصدرها مجلس النواب في بدايات أو في خلال السنة الأولى من عمره خلال عام 2021 تصل إلى ما مجموعه 34 قانون، ما بين قانون جديد، ما بين تعديل قانون، ما بين إلغاء قوانين نافذة. أهم القوانين التي جرى إصدارها في عام 2021 هو طبعا قانون الأهم، هو قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2021. هذا قانون مالي يجب أن يصدر في بداية كل عام. أيضا صدرت قوانين ذات طبيعة جنائية، هناك قانون للمخدرات والمؤثرات العقلية، أيضا صدر قانون تعديل على هذا القانون. قانون الإرهاب وغسل الأموال، أيضا منع الإرهاب وغسل الأموال قانون جديد أيضا صدر في عام 2021. قوانين أخرى تتعلق بمكافحة الفساد، جرى تعديل على قانون ديوان المحاسبة أيضا في عام 2021، تعديل على قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وأخيرا تعديل على قانون الكسب الغير مشروع. هناك قوانين أخرى صدرت ذات طبيعة سياسية، أهمها قانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان. وهذول أهمية هذه القوانين أنه إحنا خلال شهر 3 من العام القادم إن شاء الله راح يكون في عندنا انتخابات مجالس بلدية ومجالس محافظات وأمانة عمان، فبالتالي هذان القانونان صدرا لكي يتم تطبيقهما في شهر 3 وإجراء الانتخابات. فهناك جملة من القوانين التي صدرت مع نهاية هذا العام 2021. إلى أي مدى هناك بعض القوانين التي ترتبط بمدة زمنية معينة؟ يعني عندما نتحدث عن قانون الموازنة مرتبط بإنهائه أو مناقشته خلال العام عشان يعني إمكانية تطبيقه في العام الجديد، ولكن على أساسه بيتم هناك خطة بديلة في حال عدم وجودها. القوانين الأخرى هل هناك مدة زمنية لعملية نقاشها؟ هل نقاشها مفتوح؟ هل يتم في هذه الحالة تنفيذ القانون المعمول به لحين إصدار قوانين جديدة؟ كيف هي يعني يفترض بالقاعدة القانونية، يفترض بالقانون أن يصدر وأن ينفذ لمدة زمنية غير محددة، بمعنى أن القانون لا يرتبط تطبيقه بفترة زمنية معينة، إلا أن هناك بعض القوانين وزي ما تفضلت أهمها قانون الموازنة العامة. الدستور اشترط أن يقر قبل بداية السنة في شهر 12 من كل عام، لكن كان هناك احتياط وكان هناك تعاطي مع أن حالة تأخر في إصدار قانون الموازنة العامة، حيث أجاز الدستور أن يتم الصرف باعتماد 1/12 من موازنة السنة الماضية. فقانون الموازنة العامة دائما ما تبدأ فيه الحكومة في بداية كل سنة ويقر في مع بدايات السنة المالية. أما باقي القوانين الأخرى فليس لها إطار زمني واضح،
يبقى القانون نافذ حتى لو كان هناك مشروع قانون يتناقش أو يناقشه مجلس النواب، يبقى القانون النافذ موجود ويطبق إلى أن تنتهي عملية إقرار القانون فيلغي القانون الموجود ويبدأ سريان القانون الجديد. نعم، عندما نتحدث عن إذن المحطات الدستورية، يعني ابتداء من مجلس النواب انتهاء بإقراره أو العمل به، ما هي المحطات القانونية التي نعم إذا استعرضنا نصوص الدستور الأردني نجد أن العملية التشريعية تبدأ من مجلس النواب، والمادة 91 من الدستور تلزم رئيس الوزراء بأن يعرض مشروع كل قانون على مجلس النواب. عندما يصل مجلس النواب مشروع القانون يقوم بإحالته إلى اللجنة المختصة، قد تكون لجنة قانونية، لجنة اقتصادية، لجنة المرأة، لجنة الحريات، فهناك قوانين مختلفة تحال إلى اللجان. تجتمع اللجان تقوم بمناقشة مشاريع القوانين، ومن ثم تقوم بإعداد تقرير إلى مجلس النواب. مجلس النواب برمته أو ككل يقوم بمناقشة القانون والتصويت عليه. إذا ما أقر مجلس النواب مشروع القانون فإنه يقوم برفعه إلى مجلس الأعيان، وذات العملية تطبق أمام مجلس الأعيان، يحال إلى لجانه النيابية ومن ثم إلى مجلس الأعيان كمجلس كامل. فإذا توافق مجلس النواب والأعيان على قبول مشروع القانون فإنه يرفع إلى السدة الملكية، إلى جلالة الملك الذي يقوم بالتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية. فهذه هي مراحل التشريع حسب الدستور الأردني. جميل. عندما نتحدث عن تعديلات إذن نتحدث عن ضرورة. نعم. صحيح؟ من الذي يحدد الضرورة أو أهمية التعديل أو ضرورته؟ يعني هل الحكومة دائما بحسب تنفيذها للقوانين تقرر فكرة التعديل؟ هل النواب لرؤية سياسية معينة يطلبون التعديل على قوانين معينة؟ حتى الأمور الاقتصادية، عندما نتحدث عن حبس البديل، نتحدث عن الإفلاس، نتحدث عن الآثار، نتحدث عن أمور كثيرة اقتصادية، هل تستدعي هذه الفكرة؟ وما الذي يحصل على أساسه؟ نعم، إذا بدأنا بتعريف القانون نقول أن القانون قواعد قانونية تحكم سلوك الأفراد في المجتمع، وهي قواعد قانونية اجتماعية. من هذا التعريف نجد أن القانون هو يحكم سلوك الأفراد في المجتمع. هذا السلوك في الأفراد يتغير، بمعنى أنه ما يصلح اليوم من قاعدة قانونية قد لا تصلح بعد فترة زمنية معينة بسبب اختلاف الظروف الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية. القانون باعتباره قاعدة اجتماعية وينظم سلوك الأفراد في المجتمع يجب أن يرتبط مع هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية. فإذا ما تغيرت الظروف لابد أن ينعكس هذا على القاعدة القانونية. القانون يصلح للتطبيق طالما أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بقيت كما هي، لكن إذا ما تغيرت الظروف لابد من أن يتغير التعاطي التشريعي مع النصوص القانونية. ومثال على ذلك جائحة كورونا. يعني قبل ما تفعيل قانون الدفاع وقبل انتشار جائحة كورونا كانت القوانين الأردنية تسري بطريقة طبيعية ولا يكون لك أي محددات، لكن منذ أن بدأ العمل بقانون الدفاع في شهر 3 من عام 2020 شاهدنا أن هناك تغيير في آلية التشريع أو في التعاطي مع الأمور التشريعية. قانون الدفاع يعطي رئيس الوزراء الحق في إصدار أوامر دفاع، وأوامر دفاع تعطل النصوص القانونية، بمعنى أن التشريع مرتبط بالظروف. إذا لكن هذا يكون خيار بالنسبة لتعطيل بعض المواد القانونية أو لا بالنسبة لقانون الدفاع؟ حسب الظروف الحالية طبعا. يعني شفنا أنه فيما يتعلق بحبس المدين، الظروف الاقتصادية وتأثيرات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي كان لابد من التعاطي معها فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ القرارات، فكان قرار الحكومة بإصدار أمر دفاع لوقف حبس المدين لمدة زمنية معينة، وجرى تجديد هذا الأمر لحتى نهاية شهر حزيران القادم. أيضا فيما يتعلق بالتقاضي، وصار في هناك وسائل تقاضي إلكتروني والشهود من خلال الوسائل التكنولوجية، كل هذه التشريعات اقتضتها الضرورة. فالتشريع مرتبط ارتباط وثيق بالظروف الزائدة في المجتمع، كلما تغيرت هذه الظروف يجب هذا التغير أن ينعكس على القواعد القانونية. عندما نتحدث عن الدستور نتحدث عن قدسية الدولة، يعني قدسية الدولة في التعامل مع الدولة كدولة بقوانينها وتشريعاتها واحترامها. الكثير من الجدل أحيانا حول التغييرات الدستورية. التغييرات الدستورية هل تمر تشريعيا بنفس المحطات؟ هل هناك متخصصين؟ يعني عندما نتحدث عن الدستور نتحدث عن يعني مناقشات على مستوى أعلى بكثير مما نراها أحيانا. يعني الدستور هو قانون أسمى، هو القانون الأول في الدولة، يعني هو قواعد قانونية أسمى، فهو بالذات هو يسمى بأبو القوانين أو القانون الأسمى في الدولة. تقريبا ذات الآلية التي يقر فيها القانون يقر فيها الدستور، مع اختلاف في الأغلبية المطلوبة. يعني تعديل الدستور بحاجة إلى أغلبية
أكثر شدة من الأغلبية المطلوبة لتعديل القانون، وهذا اللي حددتها المادة 126 من الدستور، لابد من موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وثلثي أعضاء مجلس الأعيان، ومن ثم مصادقة جلالة الملك. وبالمناسبة مصادقة جلالة الملك على تعديل الدستور هو تصديق مطلق، بمعنى أن جلالة الملك غير مقيد بفترة زمنية معينة للتصديق على الدستور. طبعا الدستور يجب له حساسية فيما يتعلق بالتعديلات، يجب أن تكون التعديلات التي تقع على الدستور لها مبررات، لها تداعيات، لها أسباب تبرر عملية التعاطي مع الدستور، لأن الدستور بالفقه القانون الدستوري هو عقد اجتماعي ما بين الحاكم من جهة وما بين المحكوم من خلال ممثليه في البرلمان. فاحترام الدستور واجب، جميع القواعد القانونية التي تصدر في ضوء الدستور يجب أن تحترم الدستور. إذا ما خالف القانون أحكام الدستور يعتبر هذا القانون غير دستوري. وإحنا اليوم في الأردن عندنا محكمة دستورية من مهامها الرقابة على دستورية القانون، فإذا ما صدر أي قانون بشكل يخالف أحكام الدستور لا تتردد المحكمة الدستورية وتعلن عدم دستورية. نعم، سريعا يعني ما هي أهم القوانين التي على طاولة مجلس النواب الآن؟ عدا يمكن الموازنة حكينا واحدة من هذه القوانين، قوانين أخرى؟ سيدتي نحن اليوم في مرحلة تشريعية بامتياز، يعني كنا تابعنا مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من تعديل الدستور، من اقتراح قانون انتخاب، من اقتراح قانون أحزاب سياسية. هذه القوانين اليوم في عهدة مجلس النواب صاحب الولاية العامة، يعني تابعنا أنه اليوم مجلس النواب بدأ في مناقشة التعديلات الدستورية، وصار في هناك نوع من يعني المشاكل اللي بتمنى أنها يتم التعاطي معها بحكمة وروية. أتمنى أن يعود مجلس النواب يوم الأحد القادم إلى مناقشة التعديلات الدستورية. بعد أن ينهي مجلس النواب التعديلات الدستورية عليه أيضا استحقاق تشريعي قانون الموازنة زي ما حكينا، قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب. وبعد أن ينتهي مجلس النواب من هذه القوانين التي اقترحتها اللجنة الملكية، هناك أيضا حزمة من القوانين التي يجب على مجلس النواب أن يتعاطى معها المرتبطة بالتعديلات الدستورية، مثالها قانون الهيئة المستقلة للانتخاب يجب أن يعدل، قانون المحكمة الدستورية أيضا يجب أن يعدل فيما يتعلق بطلب التفسير والطعن بعدم الدستورية، النظام الداخلي لمجلس النواب أيضا يجب أن يعدل لكي يعكس التعديلات التي تمت على الدستور. فعام 2022 ستكون سنة تشريعية بامتياز، مجموعة من القوانين المرتبطة بالتعديلات الدستورية يجب على مجلس النواب أن يتعاطى معها. يعني للأسف فقط الأخلاقيات والثقافة المجتمعية والسلوكيات ليس لها قوانين تحكمها، أحيانا الشخص هو الذي يحكم نفسه. صحيح. لكن نتمنى أن ترقى إلى المستوى المطلوب. شكرا لك أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوي. كل شيء، أهلا وسهلا فيك.